اهلا وسهلا متتبعي كويزين سارة دي زايد. نبدأ الفيديو بالصلاة على النبي، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اليوم 24 من الشهر الكريم، تقبل الله منا ومنكم. اليوم جيتكم بواحد الوصفة اللي هي كورية البطاطا، تشبه بخسك للسفيرية ولكن بطريقة واحدة أخرى. يعني بالنسبة للمقادير، نجوزو المقادير واش عندنا. عندنا هنا كمية تاع بطاطا غليتها بحبيبة تاع مرق الدجاج باش تجي بنينة. البطاطا ديرها على حسب أفراد العائلة. عندي هنا حبيبة بصل قطعتها دي كيوب كيما راكم تلاحظوا، دي كيوب صغار. عندي هنا زوج سنين التوم رابي، عندنا المعدنوس، عندي علبة تاع الطوم تاع الزيت، نحيت لها الزيت كامل. عندي شويه هريسه، عندنا الفرماج والفلفل الاسود. بالنسبه للبطاطا ما تزيدوش هنا الملح باسكو غليناها بمكعب مرق الدجاج، وراح نزيدوا الجبن مع الطو. دونك هنا باش نيكيليبريو الملوحيه، نجوزوا مباشره على بركه الله لطريقه التحضير. هنا عندنا البطاطا ديالنا، نمرسوها اولا باش نبداو نضيفوا لي زانغغيديون الاخرين. نبداو بسم الله على بركه الله، نمرسها كامل مليح. اللي تحب تمرسها بالمولينكس ولا بالروبو ولا بالفرشيطه هادشي يرجع ليها. انا عندي هاد الاداه يعني تكفي وتوفي. هنا بعد ما مرسنا البطاطا تاعنا، نصيحه فقط لبنات البطاطا، امرسوها وهي سخونه يعني باش تمد لكم نتيجه مليحه. هنا نجوزو نحو هاد الاداه كما راكم تلاحظوا، ونجوزو نضيفو بقيه المقادير. قلنا عندنا هنا حبيبه بصل صغيره قطعناها دي كيوب، زوج سنين الثوم والمعدنوس نديروهم كامل على فوا. نجوز نضيف الفلفل الاسود، عفوا نضيف هنا الجبن. بالنسبه للجبن استعملوا اي نوعيه عندكم، واذا كان عندكم فخوماج غابي هذا الشيء يرجع ليكم. نضيفوا العلبه تاع الطوم، لازم تصفيوها من الزيت. تحبوا تستعملوا طومات هادشي يرجع لكم، انا نفضل يعني تاع الزيت. نضيفوا هنا صفر بيضه، نعتذر منكم ما ذكرتش الحبيبه تاع البيض في المقادير، نعتذر منكم. هايديك صفر تاع البيضه، ونضيفوا كميه تاع هريسه قليله برك على البنه يعني ما راحش تبان كما راكم تلاحظوا هنا. ونجوزو نخلطو كامل المكونات مع بعض باش نجوزو نشكلوها كريات ولا صبيعات تاع العروسة، كل واحد كيفاش يحب يشكلها. نخلطو الكل جيدا. هنا البنات بعد ما خلطنا الكل مع بعض تحصلنا على هذا الخليط. احنا مازال هاش هي سخونة، نخلوها تبرد باش ننجمو نفاصونيو هادي بول ولا صبيعات وتمد لنا الطوع، ما يعني تكون شدت روحها. بالنسبة للطوم، إذا كان عندكم فيون داشي، بولي اشي، دان داشي، تنجمو تعوضوا الطوم بهاد الثلاثة، سينو تنجمو تستغناو عليهم في أربعة. ديروا برك البطاطا ونفس التوابل والدوزين اللي درته باش تجيكم بنينة. قلنا نخلوها تبرد شوية ونجوزو نفاصونيوها مع بعض. هنا نجوزو البنات بعد ما بردت لي، نجوزو نفاصونيو لي بولات تاعنا. جبت انا هنا كمية تاع الفرينة، دوك نوريلكم لا ميثود تاعي، واحد الطريقة بزاف بزاف سهلة. ندني لكم هكا، شوفوا رشو يدكم بالفرينة هكذا، هايديك درنا الفرينة. نحكمو كمية تاع هاد السفيرية ولا هاد العجيجة تاع البطاطا ولا كل واحد واش يسميهم. شوفوا ما تلصقلكمش، تمدلكم الطوع في الخدمة في التشكال تاعها بهذا الشكل. وهايليك نحطوها قدام اختها، نزيد ونعاودو حبيبه صوتو اللي ما يحملوش كي تلصق لهم البطاطا مع لافارين. دونك هنا بهذه الطريقه راح تمد لكم الطوع بالخدمه، تجيكم سهله. مام اذا كانوا عندكم بنيات العينين اللي تقدروا تدخلوهم لاكويزين تتكلوا عليهم، يقدروا يفاصونيوها فاسيلمون وما راحش تعذبهم. شوفوا البنات ما هايديك، نديرو هنا وحده على شكل يعني دي سيغار ولا صبيعه العروسه ولا كيما كنا كل واحد واش يسميهم. هايديك انا ما نحبش نكبرهم بزاف البنات، علاش باش يجوا كيما نقولوا حنا شابين ومتحوفين بهذا الشكل. هايديك ندير هنا دو موديل، نكمل الكميه كامل اللي عندي باش نجوزو نقليوها على بركه الله. هنا البنات بعد ما شكلنا السفيريه ديالنا ولا عجيجات البطاطا، سميوهم كيما تحبوا،
برك حبيت نزيد لكم فكره فقط، اللي حاب يدير لهم زيتون كحل ولا زيتون خضر هذا الشيء اختياري. بالنسبه للاضافات ضيفوا الحاجه اللي تحبوها وتستبنوها. هنا وش عندي؟ البياض تاع البيض اللي نحيته من السفر، درت له شويه زعتر باش نعطره فقط. وهنا عندي لا شابلوغ مخدومه في الدار، هاي ليك نحب نخدمها. الوصفه تاعها موجوده في القناه يعني باش تحصلوا عليها هكذا. خشينا نبداو نديرو الاولى هنايا، يعني العجيجه الاولى، عجيجه البطاطا ولا السفيريه. خدموا غير بالفرشيطه البنات هكذا، ها قطروها مليح ونحطوها مباشره مباشره نحطوها في لا شابلوغ. الفرشيطه تاع لا شابلوغ ثاني البنات ديروها وحدها باش يعني تسهل عليكم العمليه. هاي ليك شوفوا البنات، شوفوا ما شاء الله. نعاودوا نرجعوها لمكانها، يعني هنا نوجدوهم نحطوهم في الثلاجه، من بعد نقليوهم باش ينتكلوا. نعرفوهم بلي ماشي ينتكلوا سخونين ولكن يكونوا شويه دافيين. هذه هي، هاي ليك نزيد معاكم هنا وحده بهذا الشكل. دائما هبطوا البيض تاعكم مليح، يعني كيما راكم تلاحظوا، سورتو المبتدئات، سورتو اللي دخلوا اول مره الكوزينه. كاين عرايس جدد قلت لكم تزوجوا صغار مساكن اول مره راح يطيبوا، دونك هنا اليوتيوب راه يوري كلش. ما تقوليش ما نعرفش وما تحشميش ودخلي مباشره الكوزينه كيما يقولوا، والحاجه قد ما تحبيها تحبك. شوفوا لا كويزين تاني تحبوها تحبكم، يعني كل حاجه راني نقول لكم تحبوها تحبكم، كل حاجه تبادلكم نفس الشعور باش تكونوا عارفين البنات. نكملوا كامل بهذه الطريقه. بالنسبه لكل حاجه تبادلكم نفس الشعور، يعني هذه باغ اكسبيريونس، حق ربي غير كاين الناس يكونوا ماخدين عليك نظره انك انت ما على باليش كيفاش، بصح اون فوا يعاشروك ويشوفوا معاملتك الطيبه ويشوفوا قلبك الطيب ويشوفوك يولوا يحبوك لدرجه انهم ما كانوش يتوقعوا هذا الحب. دونك هنا حبوا الناس، حبوا نفسكم، حبوا خدمتكم، حبوا وخلوها على ربي. والله العظيم غير ربي من عالي سماه، هذوك العباد اللي كانوا ما يحبوكش يولوا يحبوك، يعني كيما يقولوا اتقي شر الناس باسكو الوقت ولا يخوف. دونك هنا حبيهم باش يحبوك. قلت لكم اي حاجه تحبوها تحبكم صراحه باش تكونوا عارفين. دونك هنا نكملوهم كامل بهذه الطريقه ونحطوهم في الثلاجه، يعني دوك نكملهم نوريهم لكم نحطوهم في الثلاجه حتى الوقت اللي نكونوا راح نقليوهم. هنا البنات بعد ما كملت كامل الكميه تاع عجيجات البطاطا ولا السفيريه، كل واحد كيفاش يعني سميوها كيما تحبوا، النتيجه اللي تحصلنا عليها هذه هي. شوفوها يعني ترفدوهم بكل سهوله، هاي ليك شوفوا يعني بكل سهوله، بديت لكم بالاولى وبالاخرى. دوك هنا نحطوهم في الثلاجه. اللي ما عندهاش زهر في هذه العجيجات ولا السفيريه يقولوا لي ساره تتحل لنا في المقله، وعلاش تقدروا توجدوهم لافي بلا ميم فاسون، ميم فاسون يعني حطوهم في الثلاجه والصباح اقليوهم. دوك تشوفوا انا كيفاش نقليهم. الوصفه اللي عطيتها لكم الطريقه اللي عطيتها لكم ناجحه 1000%، يعني نخدم بها غير هي وجامي نبدلها. هذه هي، هنا تحبوا تقليوها وترفقوها بالدجاج محمر، ويعني طيبوا الدجاج في لاصوص. هاني ديجا درت لكم الوصفه كسوسوا بالزيتون والدينوايوتي ولا بالحميصه، يعني وترفقوهم مع هاد العجيجه الثاني راح يكون طبق كامل متكامل. انا اليوم راح نديرها كمقبله، دونك هنا مازال الحال باش نقليها. نحطوها في الثلاجه من بعد نقليوها مع بعض وتشوفوا النتيجه تاعها. هنا بعد ما الحق وقت القليان درت كميه تاع الزيت مع مغرفه تاع المارغرين باش تجينا بنينه كيما راكم تلاحظوا هنايا. نخلوها هنا تذوب المارغرين مع الزيت ونجوزو نحطو عجيجات البطاطا ولا السفيريه. هنا بعد ما دارت لي المارغرين مع الزيت نجوزو نحطو السفيريه تاعنا ولا عجيجات البطاطا. بهذه الطريقه راح تجيكم فيها واحد البنه البنات روعه روعه وناجحه، يعني دوك تشوفوا كيفاش نقليها حتى للاخر. ندمي لكم هنا المقله باش تشوفوا هكذا بهذا الشكل، نخلوهم ياخذوا لا كولور من الجهه التحتانيه، من بعد نقلبوهم. هنا ندوزو نقلبوهم على بركه الله كيما راكم تلاحظوا هنا. شوفوا ساهلين كسوسوا في الخدمه ولا في القليان ولا حتى كي تجو تقلبوهم، وواحد الريحه راهي تخرج منهم تاع البنات تاع المارغرين مع الزيت بنه مخالفه، يعني نقول لكم جربوهم ما راحش تندموا عليهم بحول الله تعالى. دوك نزيد نحمرهم بنفس الطريقه من تحت وتشوفوهم بحول الله تعالى في صحن التقديم.
احنا بعد ما شفتوا معايا جميع المراحل وقليناهم مع بعض، النتيجة اللي تحصلنا عليها هذه هي. بالنسبة للمغرفة تاع المغارين والزيت، يعني هذيك الكميات شربتهم كامل السفيرية تاعنا وتحصلنا على هذه النتيجة. يعني السفيرية والعجيجات تاع البطاطا، شوفوا كيفاش طابوا في الدوغي، ريحتهم ما نقدرش نوصفها لكم، لازم تجربوها. احنا درنا دو موديل، درنا على شكل الصبيعات ودرنا خبيزات صغار. هاد الجوغ تاع الصبيعات حمرتهم، باسكو حنا نص في الدار يحبوا الحاجه محمره بيا ونص يحبوها في الدوغي، دونك حنا قليو لهم على حسب ما يحبوا. رافقتهم هنا بالمايونيز والكاتشوب، تعرفوا صفتو كي يكونوا اطفال صغار. واش نقول لكم البنات، جربوهم ما راحش تندموا عليهم. هنا نفتح لكم حبيبه مع بعض جوست باش تشوفوا القوام تاعها. شوفوا البنات، شوفوا شوفوا ديك الطراوه، شوفوا قد ما تكثروا لها الفورماج، سورتو الا كان عندكم الجودا ولا الموتزاريلا راح تتحصلوا على نتيجه تحفه. كما تعودتوا معايا انا، كل قدير ومقدوره، يعني ديروا واش يكون عندكم موجود في المنزل. قولكم انتظروني في الوصفه الماجيه على بركه الله. نورمالمون نورمالمون الا سهل الله غدوه نبداو الكاطو، راح ندير لكم واحد الطريقه ان شاء الله تعجبكم، وان شاء الله كامل اتبعوني، يعني مازال الحال على الكاطو، ولكن معليش باذن الله الا سهل ربي نبداوه غدوه. نقولكم صحة فطوركم، انتظروني في الوصفة المجية. سلام سلام. احنا بعد ما شفتوا معايا جميع المراحل وقليناهم مع بعض، النتيجة اللي تحصلنا عليها هذه هي. بالنسبة للمغرفة تاع المغارين والزيت، يعني هذيك الكميات شربتهم كامل السفيرية تاعنا وتحصلنا على هذه النتيجة. يعني السفيرية والعجيجات تاع البطاطا، شوفوا كيفاش طابوا في الدوغي، ريحتهم ما نقدرش نوصفها لكم، لازم تجربوها. احنا درنا دو موديل، درنا على شكل الصبيعات ودرنا خبيزات صغار. هاد الجوغ تاع الصبيعات حمرتهم، باسكو حنا نص في الدار يحبوا الحاجه محمره بيا ونص يحبوها في الدوغي، دونك حنا قليو لهم على حسب ما يحبوا. رافقتهم هنا بالمايونيز والكاتشوب، تعرفوا صفتو كي يكونوا اطفال صغار. واش نقول لكم البنات، جربوهم ما راحش تندموا عليهم. هنا نفتح لكم حبيبه مع بعض جوست باش تشوفوا القوام تاعها. شوفوا البنات، شوفوا شوفوا ديك الطراوه، شوفوا قد ما تكثروا لها الفورماج، سورتو الا كان عندكم الجودا ولا الموتزاريلا راح تتحصلوا على نتيجه تحفه. كما تعودتوا معايا انا، كل قدير ومقدوره، يعني ديروا واش يكون عندكم موجود في المنزل. قولكم انتظروني في الوصفه الماجيه على بركه الله. نورمالمون نورمالمون الا سهل الله غدوه نبداو الكاطو، راح ندير لكم واحد الطريقه ان شاء الله تعجبكم، وان شاء الله كامل اتبعوني، يعني مازال الحال على الكاطو، ولكن معليش باذن الله الا سهل ربي نبداوه غدوه. نقولكم صحه فطوركم، انتظروني في الوصفه المجيه. سلام سلام.